فيديو في البايوفيزيكس او الجزء الثاني هنركز على كذا موضوع، هتلاقوا فيه تجميعات لعناوين كتيره اخذتوها اثناء المنهج. اول عنوان بلاد فوليوم. البلاد فوليوم ريبريزنتس 8% من البادي ويت. بنقيسه ازاي؟ البلاد فوليوم لازم تتكلم على ريد بلاد سيل فوليوم تايمز 100 على هيماتوكريت، او بلازما فوليوم في 100 على 100 ماينس هيماتوكريت. على فكره المعادلتين دول مش عليهم، يعني هو مكتوبين اه في كتاب الاسم بس تفسيرهم اكتر في سنه ثانيه. الجزء المهم في الام سي كيو في الورقه دي، اهم اين في الاكسترا سيلولار فلويد اهم القطر وامر كده. انا عملت ايه؟ جبت الاكسترا سيلولار فلويد قسمتها كاتاين وامر. كاتاين هو الايون اللي اتراكتد للنيجاتيف بول اوف باتر، يبقى اكيد حاجه بوزيتيف. اهم ايون هو الصوديوم. كاني بقول لك اهم بوزيتيف ايون في البلازما مين؟ اهم نيجاتيف ايون في البلازما كلورايد اللي هو الA9 اتراكتد تو انود. اما بالنسبه للانترا سيلولار فلويد اهم كاتاين عنده هو البوتاسيوم. البوتاسيوم على فكره ده اللي هو كانت مكتوبه هنا غلط وصلحها، بوتاسيوم. واهم اناين جوه السل حاجتين، فوسفيت اند بروتين، اتنين بحرف البي. اما الثلاث ورقات اللي جايين هنتكلم على فيزيكس كنترول ذا بلاد فلو. المعروف ان الفلو دايركت بروبورشنال مع الدلتا بي وانفيرسلي بروبورشنال مع الريزيستنس. فقسمت البلاد فلو الى عنوانين، تايب وفيلوسيتي. التايب اوف فلو عارفينها من سكشن البلاد بريشر، لامينر وتيرمينس. قال لكم ان لامينر ان الفلو يمشي في لايرز مستقيمه فما يخبطش في المرور. تيربلانس المقصود بيها ان الفلو داخل في مكان ضيق فعمل حاجه اسمها دوامات او ايدي كارنت، عمل نويز ساوند، وده سمعناه في حاجتين كروتوكوف ساوندز وميرك. اهم جزئيه في الام سي كيو هي الجزئيه دي، رينولد نمبر. رينولد كان واحد فرنساوي قال انا عايز احدد رقم معين، لو لقيته يبقى الفلو ده لامينر، ولو لقيت رقم تاني يبقى ده تيربلنت. قلنا له يعني ايه؟ قال دلوقتي هو التيربلنس يعتمد على ايه؟ يعتمد على فيسكوزيتي. عشان كده عايز اعمل زوم للمعادله. كل ما، ركزوا بقى معايا، كل ما الفيسكوزيتي دي تبقى موجوده هتأثر. يعتمد على velocity of blood الـV، يعتمد على density of blood رمزها B، يعتمد على diameter of tube. يعني هو اتكلم على أربعة فاكتور، velocity of flow سرعة الدم، viscosity اتكلم على density، واتكلم كمان على diameter of tube، وطلع منها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول قال لو الرقم اللي طلع اقل من 2000 تبقى لامينر فلو، لو اكتر من 2000 هو مش لامينر ولسه ما وصلش لمرحله تيرمينر، يعني الفيسل مش ضيق قوي. فوق 3000 مليون في الميه تيربلر فلو. انا حطيت الرقم، طلعت منه سحب وكتبت تايب اوف فلو. الام سي كيو دايما بيجي يا اما يجيب لك المعادله بتاعت الريلورد نمبر، يا اما يجيبها لك في صوره ارقام. دكتوره فاتن تقول لك ايه؟ تيربلنت فلو كيرز اف، لما الرقم يبقى كام؟ 2000 ولا فوق ولا 2500 ولا 3500، تدي لك ارقام. الطالب الشاطر عارف فوق 3000 تيربلنت. فالرينولد نمبر ام سي كيو مشهور. نيجي للصفحه الثالثه، بريشر
ريليشن ويز. انا قسمت الفيزيكس اوف فلو كذا تقسيمه ليه. اول حاجه لازم تعرف الفلو بصفه عامه وده اللي احنا قلناه. وتاني تقسيمه لازم تعرف البريشر علاقته بسرعه البلط وعلاقته بالتنشن. هبتدي الاول بسرعه البلط فلو. زمان في المدرسه خدنا نظريه اسمها الاوامر المستطرقه او برنولي برنسبل. فاكرين كذا تيوب كونكتد توجذر وباطوال مختلفه وكانت الميدل تيوب فيها ريزيستنس عالي. كل ما الريزيستنس تزيد كل ما البريشر اوف فلويد في الحته دي هيقل البريشر ومضطر الفلويد انه يتحرك. طالما انا كفلويد بقابل المكان في ريزيستنس عالي لازم اتحول من طاقه ثابته حاجه اسمها بوتنشال انرجي الى كاينتيك انرجي. عشان كده جيت في المربع ده قلت لك ايه؟ ركزوا معايا في الزوم. البريشر هيقل ولما البريشر يقل يبقى لابد طاقه الفلويد البوتنشال او الستاتيك تقل عشان تتحول الى كاينتيك انرجي to overcome the resistance. عايز اتغلب الريزيستنس العالية. انا ككاينتيك لازم اتحرك كموشن اوف فلويد مولكيولز. عشان كده قلت المربع ده بوتنشال انرجي قل والكاينتيك انرجي زاد. لو جمعت الاثنين مع بعض لازم يبقوا كونستنت. واهميه الموضوع ده اسيرو سكليروزس. يبقى اذا اتسالت اسيرو سكليروزس از اكسبلايند باي ويدي لك كذا اختيار في حاجات في البايوفيزكس لازم تختار برنولي برنسبل. يبقى دكتوره فاتن ممكن تقول لك برنولي برنسبل ولا فيكس لو ولا لابلاس لو. تحط لك حاجات ملهاش اي علاقه ببعض بس الاجابه حاجه واحده. نيجي بقى للجزئيه دي علاقه البريشر بالتنشن. في واحد فرنساوي اسمه لابلاس قلناه زمان في السرفكت. لابلاس ده عمل قانون ان البريشر جوه الالفيولاري اللي هيوسعها هو دبل القوه اللي هتصغر الالفيولاري. ووقتها زمان قلت لكم القوه اللي هتصغر الالفيولاري اللي هي التي او التنشن حاجتين سيلف ستنشن والاستيستي. ولازم البريشر انسايد الالفيولاي يكون قدها مرتين 2 تي على ار والار هي الريديس. وقلنا ان السمول الفيولاي فيها سيرفكتنت اعلى تو بريفنت كولابس عكس اللارج الفيولاي. ده الكلام زمان اللي قلناه في اللابلاسيو. فانا جيت على الفيولاي حطيت القانون بتاعها وقلت ايه الامبورتنس. تابعوا معايا سمول الفيولاي سمول تنشن داز نوت ديرابشن. حتى اخر اهميه في السيرفكتنت في النظري ارجع لها سيرفكتنت ستابيلايز ذا الفيولاي اكوردنج تو اتس سايز. الصغيره فيها سيرفكتنت كتير وعليها تنشن قليل عشان تتحمله. الالفيولاي الكبيره عليها تنشن اكبر عشان برضه تتحمله وكل واحد حسب السايز بتاعه. لابلاس حط قانون تاني المره دي على الكابيلز. قال ايه؟ قال ان التنشن القوه اللي عايزه تضغط على الكابيلري من بره يساوي البريشر تايمز الراديوس. معنى الكلام ده ايه؟ ايه الاهميه؟ كل ما تكون الكابيلري صغيره اهي ار للراديوس صغير العلاقه دايركت بروبورشن ما بين الدايمتر اوف كابيلري والتنشن اللي صغرها. يبقى عليها تنشن صغير يبقى كانوت بي رابشر. فطالبه من سنتين سالتني سؤال جميل قوي قالت لي طب والكابيلريز اللي في رجلينا ما بتتقطعش ليه؟ قلت لها نفس القانون لابلاس. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها البريشر في اللور ليمب بيبقى عالي
تمام اللي جوه الكابيلا علشان تستحمل التنشن اللي عايز يصغرها. يعني ايه نسبه وتناسب؟ صغير عليك تنشن صغير، كبير عليك ضغط اعلى، وفي الحالتين يو ويل نوت بي رابشر. لابلاس عمل القانون الثالث والاخير، والقانون الثالث ده انا هرسمه دلوقتي على البورد وعايزكم تتابعوا معايا. هنتخيل ان الدايره الحمراء دي هي الهارت، تمام؟ ونتخيل ان الجزء ده هو مين؟ ده الريديوس، ده الريديوس بتاع الهارت، وهنا في النص البريشر، البريشر اللي جوه اليومن اللي مش عايزها تتقفل. دايما كل اورجن ربنا خلقه عمل له قوه معينه توسعه تحافظ على شكله، ومن بره في حاجه اسمها تنشن، في ضغط خارجي عايز يعصر الفنتركل ده، عايز يقفله. وهنا في حاجه اسمها الوول اوف ذا هارت، وول اوف ذا ليفت فنتركل. تعالوا نعمل القانون ده عشان لازم تفهموا. كل ما التنشن يزيد يبقى لازم البريشر كمان يزيد. في ضغط خارجي عليا من بره زي الافتر لود، اورت البريشر عالي، ده مش طبيعي. يبقى التي يتناسب دايركت مع البي. القوه الخارجيه زادت يبقى اللي جوه لازم تزيد عشان تتغلب عليه. يبقى دي اول علاقه. الريليشن التاني، كل ما الفنتركل يملى بالبلد اكتر يبقى الريديوس اخباره ايه؟ زاد. طب ما الريديوس بيزيد ليه؟ تعال نفكر من ايام مذاكرتك للسي بي اس زمان، تخيل ان في اورتك بريشر اعلى بكتير من الفنتريكولار بريشر. الفنتركل لازم يملى اكتر واكتر عشان يزود البريشر اللي جواه to overcome the high aortic pressure. يبقى كل ما الراديوس زاد عشان يتغلب على التنشن العالي بره، تمام؟ يبقى دي الريليشن الثانيه. الريليشن الثالثه بقى، تعالوا نتخيل كل ما الوول يضخم، هعملها بشكل منقط ده. الوول بيضخم هايبرتروفي، كل ما الوول ضخم حصل ايه في الار؟ في الراديوس قلت عن الاول، كانت كل ده بقت الحته دي فقط قلت، وما دام الراديوس قلت يبقى التنشن كمان هيقل، يبقى التنشن يتناسب عكسيا مع وول سيكنس. بدل ما وول سيكنس رمزت لها بالرمز دبليو، اول حرف من كلمه وول. مره اتسالت طب ليه ما رمزتلهاش بسيكنس؟ قلت له سيكنس اول حرف فيها تي، ما ينفعش لما اجي اعمل ايكويشن احط تو سيمبلز زي بعض. قال لي يعني انت عايز توصل ليه؟ قلت له يعني تي تساوي بي تايمز ار اللي هو يتناسب معاها دايركت على الدبليو اللي هي انفيرس بروبورشنال. يعني ايه اهميه الكلام ده؟ كتبت لك دايليتد هارت يعني زاد الريدس، قلب بيوسع، لما بيوسع ويملى التنشن بيزيد، التنشن بيزيد عشان اقلل السيكنس. طب وانت ليه من مصلحتك ان السيكنس اوف ذا وول يقل؟ كل ما الوول يضخم هيستهلك بلاد سبلاي اعلى. هجيب منين؟ عدد الكابيلرز محدود. تخيل انت كل ما مصاريفك تزيد مرتبك زي ما هو هتجيب منين؟ عايز اقلل السيكنس. اللي قال كده لابلاس، عشان كده قسمت لك اللابلاس ثلاث اسهم. لابلاس اكتشف قانون على الانفيرال، قانون في الكابيلرز، قانون في الدايليتد هارت، وجيت عند كل قانون حتى عملت السهم بالطول. بص على الامبورتنس كده كده وكده. اخر ورقتين عندنا في البايو فيزيكس، بريشر وريزيستنس.
سيستيميك وبالمونري. الجدول ده المصغر ده احنا قلناه في البالمونري والسيستيميك سيركوليشن في فيديو سيركوليشن قبل كده، فده مكرر. هنا بقى دي بتيجي من الاس كيو كتير قوي. في واحد فرنساوي تاني اسمه بواز ييه قلته في الاير واي ريزيستنس وهكرره النهارده في الفصل. بواز ييه قال الريزيستنس تتناسب باي ارتفاع اللينس. كل ما اللينس اوف بلاد فيسل يزيد يبقى الريزيستنس للبلاد اعلى. يتناسب باي ارتفاع الرمز ده. طلبه كتير مش عارفه ايه ده؟ ان ونازل من 10 ولما تيجي تسالهم يقول لك مش فاكرين يا جماعه ده الرو رو اللي هو الفيسكوزيتي. ارجع للفيزكس زمان، كل ما الفيسكوزيتي زادت كل ما الريزيستنس زاد، لكن احنا ما بنقولش فيسكوزيتي دي بنديلها رمز ان نازل منها شرطه ده اسمها رو، لكن يتناسب انفرسلي مع ار تو ذا باور 4. كل ما الراديوس يزيد كل ما نوسع فيسل يوسع المفروض ان الريزيستنس تقل، بس راديوس تو ذا باور 4. فعايز اعمل زوم على الحته دي. حاطط لكم مساله بتيجي في الام سي كيو زمان. اف ذا راديوس از دبلد الريزيستنس تقل كام؟ ما هو الراديوس ده لو دبلد يعني بقى اتنين تو ذا باور 4 يعني يقل الريزيستنس 16 مره. في طلبه فاكراها 2 في 4 لا 2 في 2 في 2 في 2 يبقى يقل 16. فعملت لك اربع اختيارات ام سي كيو وعملت صح على الاجابه الصح 16. الكلام ده في منتهى الاهميه وفي معلومه مهمه في المربع عايزك تعرفها، ان اللينس والفيسكوزيتي ار كونستنت. يعني بوزي اتكلم على ثلاثه فاكتورز لينس وفيسكوزيتي دول ثابتين. عمر ما الفيسكوزيتي اوف بلاد هيتغير وعمر ما اللينس اوف فيسل هيتغير، ولكن اللي بيتغير الراديوس. راديوس الدايمتر، هل يا ترى الفيسل كول ستريكت ولا دايليت؟ سيمباثيك موجود ولا لا؟ عشان كده بصوا راديوس از فاريبل، ودي تيجي ام سي كيو. ويتش اوف ذا فولوينج فاكتور از ا فاريبل فاكتور ان كنترولينج ذا ريزيستنس اوف بلاد فيسل؟ عمر ما الدكتوره فاتن هتقول لك وظيه لو في الام سي كيو. اعصاب الناس نفسيا هتطمحن، لكن بنقول الكلام بصفه عامه. طيب اخر جزئيه عندنا، اثنين خواجات دخلوا التاريخ خدوا نوبل على دي، واحد اسمه جيبس والتاني اسمه دولن. هقول ببساطه قالوا ايه وايه اهميه الكلام ده ابلايد في الاسنان. عمرك ما هتاخد جايزه على حاجه مش مهمه. بصوا بقى عايزين نعمل زوم على الخط ده. قالوا هنفترض ان في سيمي بيرميبل ممبرين، ممبرين شبه منفذ، وده سايد اكس وده سايد واي، دي ناحيه ودي ناحيه تانيه. لو بصينا هنلاقي ان الصوديوم مكتوب جنبه 5 ان ايه والبروتين 5، ولاقي الصوديوم هنا 10 والكلورايد 10. عشان يحصل توازن لازم يا جماعه حاصل ضرب البوزيتيف في النيجاتيف ايونز يساووا بعض. يعني في ناحيه واحده يا دكتور؟ يعني الصوديوم ده بوزيتيف والبروتين ده نيجاتيف. 5 تايمز 5 لازم يبقى ده 25. الناحيه الثانيه 10 في 10 مللي. كده معناه مفيش ايكوليبريم. عشان كده كتبت على الجزء ده بالزوم بقى، تابعوا معايا في الفيديو. بيفور ايكوليبريم قبل التوازن. بقى عند الايكوليبريم حصل ايه بقى؟ بصوا على اللي حصل. الخمسه صوديوم دول ايه اللي حصل هنا؟ بقينا في 9 صوديوم واربعه
كلورايد وخمسة بروتين. عايز من الوهله الاولى تلاحظوا حاجه، البروتين تركيزه ثابت مش هيتحرك، هو نيجاتيف ايون جوه السن مش هيتحرك خالص، فهو ده ما اتغيرش. اللي اتغير الصوديوم والكلورايد. سيبكم من ازاي بقت تسعه صوديوم من خمسه بقى تسعه، وازاي الكلورايد اتغير، لكن انا عايز الملاحظه اللي انا قلتها. صوديوم تايمز كلورايد، بوزيتيف تايمز نيجاتيف ايون، 9 في 4 يساوي 36. والناحيه الثانيه صوديوم 6 كلورايد 6 36. اول سؤال هنساله دلوقتي، ليه يا دكتور ما ضربتش معاهم البروتينز؟ بروتينز يا جماعه نيجاتيف تشارجد، ده كونستنت ما بيتحركش. انا عايز اضرب البوزيتيف في نيجاتيف ايونز which can be moved، حاجه تتحرك من خلال الممبرين، بروتين ده جوه السل. عشان كده عايز اعمل زوم على المعادله، كاتايونيك تشارجز تساوي انايونيك تشارجز، اللي تشارج الكاتايونيك بتساوي الانايونيك. هتقول لي ايه ده؟ يعني ايه؟ دي حاجة جديدة؟ جديدة. يعني لو بصيت على البروتين شايل نيجاتيف تشارج والكلورايد نيجاتيف، 4 زائد 5 9. تركيز النيجاتيف ايون في الساين اكس عند الايكوليبريم 9 يساوي تركيز الصوديوم على نفس الناحية، 9 بوزيتيف و9 نيجاتيف. بص على الناحية التانية، 6 بوزيتيف للصوديوم يساوي 6 نيجاتيف. يبقى انا خرجت القاعدتين، المالتيبليكيشن برودكت اوف بوزيتيف اند نيجاتيف ايون اون وان سايد باستثناء البروتين يساوي الناحيه الثانيه، وان الانايونيك يساوي الكاتايونيك على نفس الناحيه. عشان كده انا عملت حاجه باينه قوي من غير زوم، جيت على الديب زيدونن وقلت ايه؟ كونك، قصدي كونسنتريشن. كونسنتريشن قلت ثلاث كلمات، كونسنتريشن جريدينت ايكوال اند اوبوز الكتريك جريدينت، دي معلومه. والمعلومه الثانيه انا قلتها، كونسنتريشن برودكت اوف ديفيوزيبل ايونز ار ايكوال ديفيوزيبل صوديوم في كلورايد 9 في 4 36 يساوي صوديوم تايمز كلورايد الناحيه الثانيه 36. خلي بالك من ديفيوزيبل، الكلمه الاخيره كونسنتريشن اوف ديفيوزيبل كاتايون او الصوديوم بيكون اعلى في المكان اللي فيه بروتين. تفتكروا دي يعني البروتين موجود هنا عند السايد اكس، ليه تركيز الصوديوم بقى 9 بقى اعلى ما يمكن؟ معروف ان البروتين ده نيجاتيف شارجز، النيجاتيف يشد وراه البوزيتيف، الصوديوم كان موجود على الناحيه الثانيه والبروتين على الناحيه دي، فالبروتين اتراكت بالصوديوم. يبقى دي الحقائق اللي عرفناها، بروتين شد وراه صوديوم، ماشي. الحقيقه الثانيه المهمه، لو ضربت الديفيوزيبل ايونز على سايد اكس يساوي سايد واي على جانبين الممبرين. المعلومه الثالثه، ان مجموع الانايونيك يساوي الكاتايونيك على ناحيه واحده من الممبرين. بعد ما خلصنا طلبه كتيره هتسال اهم سؤال بقى، احنا بندرس ده ليه؟ عشان نبتدي نتخيل كلامك. اهم حاجه كلورايد شيفت فينومين، مهم قوي. في الكلورايد شيفت كنا بنخرج باي كارد من الريد سيل بلازما، ندخل قصاده كلورايد، معنى كده ان في توازن في النيجاتيف ايونز في الديفيوزيبل ايونز في دخولها وخروجها. بس دي ما تقنعش طلبه قوي، اللي يقنع طلبه بامانه دي عاملها كرسمه كررتها كتير اهي. ده يا جماعه الكابيلاري وادي البوز، البروتين موجود عند البوز، ده البروتينز. البروتين
بينز الالجينون ده نون ديفيوزيبل كده انتوا عارف، فاعتبروا البروتين ده اللي قال فوق سايد اكس ادي دي ادي الممبرين فوق دي ناحيه واللي تحت البلازما دي سايد واي. البروتين يعمل ايه؟ اتراكت صوديوم معاه، ما البروتين ده نيجاتيف تشارج اتراكت البوزيتيف. فلو جيت عند الكابيلاريز هتلاقي ان تركيز الصوديوم جوه الكابيلاري اعلى من تركيزه بره بسبب البروتينز. لو كنا طبقنا الرسمه دي على الرسمه دي، وفي حاجه ثانيه هتلاحظها، هتلاحظ ان في بالانس ما بين الصوديوم. لو جيت شفت ان انا كمان في كلوراين والبلازما في صوديوم وفي كلوراين، لو ضربت صوديوم تايمز كلوراين في البلازما بدل ايزوتونيك سوليوشن هتلاقي انه يساوي الصوديوم تايمز كلورايد جوه الكابيلاري. واللي قال الكلام ده هو مين؟ جيبس دونالد، وشرحناها بسايد اكس اند سايد واي.